here are three hypotheses. I two, I three. I have pieces of evidence. And the probability of HI. تمام اذا انا عندي 3 hypotheses ايش ممكن يصير؟ لازم يكون عندي يصير عندي واحده من هذول الثلاث probability of H1 او probability of H2 او probability of H3. هل هذول exhaustive؟ ايش يعني exhaustive؟ بتصير واحد منهم مش هيك؟ مجموع probabilities قديش بيساوي؟ واحد. واحد. واحنا هذول متاكدين انهم هذول mutually exclusive ما بصير يصير، لازم يصير واحد من هذول الثلاثه، فيا بصير H1 يا بيكون H1 هو صحيح يا H2 يا H3 صحيح، ما بصيرش يكون اثنين منهم. ولازم يصير واحد من هذول الثلاثة، فهذول mutually exclusive and exhaustive. بعدين عندي هلا probability of E1 given HI فراح عندي هذه هون 0.3 0.8 و0.5. يعني هاي احتمال انه يصير، هلا هذا هون من السابق بطلع بطلع بقول، لما صار لما انا في السابق كنت اشوف انه يصير H1 كان احتمال انه الايفيدنس هذا يبين 0.3 لاني هلا انا بدي اعكسه، وكان لما يصير H2 احتمال انه الايفيدنس واحد يكون موجود هو 0.8 وهذه هون 0.5. ونفس الشيء هلا هون عندي 0.9 لاحظوا هاي 0. يعني ايش بنقول؟ في كل الحالات السابقه اللي شفنا فيها الهايبوثيسز H2 عمره ما اجى الايفيدنس E2. هاي طبعا قويه جدا لانه ممكن تلغي تلغي الهايبوثيسيس، أو إذا كانت مثلا واحد كمان، ففي الحالة هاي في عندنا هون 0، وبعدين عندي 0.7 نفس الشيء لما الحالات السابقة لما اطلعنا لما كانت تصير الهايبوثيسيس 0.7، إذا بدك فكر فيها بالذهب، في الحالات السابقة اللي إحنا عارفين إنه كان في ذهب في هذا المكان، يجينا إيش صرنا نتطلع؟ هلا خلص إحنا عارفين إنه في ذهب في هذا المكان. شو بقى بفتش؟ بشوف شو الأشياء اللي موجودة اللي كانت موجودة لما كان من فعلا في هون ذهب في هذا المكان، صرت أطلع على الحديد وصرت وجدت الحديد مثلا فرضا إذا كان الحديد أحد الـ 0.9 فرضا، فلما كان الحديد موجود كان في 90% من الحالات اللي كان في منجم ذهب، فتشت على منجم الذهب لقيت إنه 90% من الحالات كان في أثر للحديد. وعندي آخر شيء E3 0.6 0.7 0.9. هلا خلينا نطلع على الهايبوثيسز. هلا لو بدي اجي اطلع probability of H1 given، خلينا افترض مثلا بدي اخذ H1 given انه صار E1، راح ابدا من ايش؟ probability of H1 تمام، فانا بعرف انه H1 احتمال هلا بدون ما اعرف اي شيء عن الايفيدنس انا عمالي بقول انا بادي من 0.4 بدي اعدلها هلا 0.4 بدي اعليها probability of E1 given H1 على probability of مضبوط؟ هلا بنيجي بنطلع هون، أول شيء نبدأ probability of H1، قديش probability of H1؟ كانت عندي هون 0.4. هلا بدي probability of E1 given H1 اللي هي 0.3 مضبوط؟ هلا هون على هذا. هلا بدي probability of E1، أنا ما عندي probability of E1، كيف راح أجيبها؟ راح أحط probability of E1 given H1 في H في probability of H1 زائد probability of E1 given H2 في probability of H2 زائد probability of E1 given H3 في H3، إذا راح أحطهم هذول هون راح يصير عندي probability، خلينا أكتبهم probability of E1 given H1 probability of H1 زائد probability of E1 given H2 probability of H2 زائد probability of E1 given H3 في probability of H3. فبتصير عندي هلا ال 0.4 وال 0.3 رح يضلوا هون، هلا ايش رح يصير عندي هون؟ probability of E1 given H1 0.3 في 0.4 زائد عندي probability of E1 given H2 0.8 0.35 زائد probability of E1 given H3 0.5 to 0.25 مش هيك؟
فاحنا عمليا ضربنا هاي في هاي زائد هاي في هاي زائد هاي في هاي اعطتني probability هاي على فكره probability of E1 فبصير عندي هلا جواب 0.4 في 0.3 0.12 مضبوط على 0.12 زائد حد يحسب لنا هذول أي كم موجود أنا عندي الرقم لا مش موجود أنا بادي هون هو المثال بادي في E3 هلا بدنا هدول الثلاثة نجمع هدول الثلاثة 0.3 في 0.4 زائد 0.8 في 0.35 زائد 0.5 في 0.25 اللي تحت هذا قديش 0.525 ف 0.12 على هذا الرقم 0.228 هاي عندي هذا الرقم وبقارنه بأي رقم شو صار في probability of hypothesis واحد خفت طيب خلينا نأخذ لو جينا أخذنا مثلا probability نحسب إشي تاني مثلا خلينا نأخذ مثلا لو صار عندي H3 أو خلينا نطلع هاي الزيرو إيش رأيك نطلع هذا الزيرو من هون فنطلع هلا هون نسبة إنه probability of أديش probability of H2 given إنه صار E2 هي واضحة بس خلينا نمشي فيها ونشوف هلا عندي probability of H2 given E2 بدي أبدأ من probability of H2 أديش probability of H2 هلا 0.35 رح أخذ probability of E2 given H2 على probability of E2 مظبوط هيك هلا مباشرة واضح إنه probability of H2 أديش بدينا فيها 0.35 probability of E2 given H2 بس بين معي E2 أنا من خبرتي السابقة عمره ما كان فيه إذن هذه رح تصير عندي 0 على probability of E2 بقدر أحسبها ما رح تطلع 0 فبطلع مع الجواب 0 أوكي